السلام عليكم واهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الصابون البلدي الابيض الجميل ده، زي ما احنا شايفين كده الصابونه ناعمه والصابون بجد حلو قوي، مكوناته كمان حلوه قوي، ويعني وعندنا في البيت مش هنتكلف حاجه من كوبايه زيت واحده بس، كم مركون هرميه. فعملت بيه 5 صابونات بجد حلوه قوي، وفرحانه بالصابون لان فعلا توفير ونظافه وتحفه جدا، تلميع المونيا ولكل حاجه هتستخدميه في البيت. بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. معايا نص كوبايه ميه بارده، ملح معلقه من الملح، معلقه كبيره سكر، دي معلقه صغيره فحطيت معلقتين من السكر عشان معلقه بتاعتي صغيره قوي. هقلب كويس جدا جدا الملح والسكر عشان لازم يدوبوا كويس قوي عشان ما يضايقونيش في الصابون او يبقى محبب في الصابون، زي ما احنا شايفين كده. معلقه من الكربوناتو، الميه بارده يا جماعه، ياريت كمان تكون من الثلاجه، من الثلاجه. معلقه الكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم، زي ما احنا عارفين الكربونات مهم جدا في الصابون. معلقه كبيره من الخل، وقلبي كويس قوي، كل مكون هتحطيه هتقلبي كويس جدا. الكربونات مهم في الصابون لانه بيخلي النظافه تكون جودتها عاليه قوي قوي في الصابون. نشوف بقى المكون اللي بعد كده، معلقه كبيره صابون سائل. هنا الصابون السائل بحطه من الجاهز العادي، ليه؟ علشان ده تكسبون بالنسبة لي، يعني الصابون السائل بديل التكسبون. معانا تاني بديل التكسبون، معلقة كبيرة من الشامبو، لو مش عندك تكسبون تقدري تحطي معلقة كبيرة من الشامبو. 2 معالق بطاس بالشكل ده، هنحط مية برضو متلجة بس ايه زي ما انتوا شايفين حوالي اقل من ربع كوباية، وهنقلب كويس قوي ودوب البطاس وسيبيه يبرد، انسيه شوية كده لغاية لما تجهزي الزيت بتاعك. كده انا دوبته كويس، هبتدي اركنه بقى يبرد براحته وياخد وقته، لان انا كمان حاطه مية برضو متلجة، يعني انا ما استخدمتش ميه سخنه في الوصفه بتاعه النهارده خالص، زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده داب، ركنته بقى علشان يبرد، وبعد كده هحطه على المكونات اللي انا مدوباها كلها بالشكل ده. قلبي كويس قوي قوي، كل مكون هتحطيها تقلبي كويس. الصابون يا جماعه يعني تقليب، ما تزهقيش من التقليب. في مفاجأة في الفيديو النهاردة، طريقة جديدة ما استخدمناهاش قبل كده، ان شاء الله تعجبكم وقولوا لي رأيكم عنها في التعليقات. تعالي نصفي الزيت، احنا قلنا كوباية من الزيت مستعمل مركون، والمستعمل على فكرة احسن في الصابون من الزيت النجيف او اللي مش مستعمل. بالشكل ده بحط منديل من الوايبس اللي هي المناديل المبللة، افضل طريقه يا جماعه لتصفيه الزيت، بصراحه تحفه جدا، زي ما احنا شايفين كده صفينا الزيت كويس قوي. احسن طريقه ريحتني المنديل الوايبس او المنديل المبلل، طبعا بينشف من الهواء ما بيبقاش مبلل ولا حاجه، وبتبتدي ان انت تصفي الزيت بالشكل ده، زي ما احنا شايفين الزيت زي الفل. حطي الزيت بقى على المكون او الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الملح والسكر والميه المتلجه والبطاس اللي هو السودا الكاويه اللي هو القطرون اللي هو حجر تسليك المجاري اللي هو الديبوشار اللي هو الكوستيك. بالشكل ده هقلب كويس قوي. مفاجاه بقى الفيديو، احنا النهارده هنعمل صابون الخلاط، هنحط كل المكونات في الخلاط. الخلاط هيبوظ يا امامي؟ لا طبعا مش هيبوظ، ده مكونات بتكون صابون، ما بتبوظلكيش الخلاط، انت بتغسلي الخلاط طبيعي بصابون، هتضربيه كويس قوي، شوفي النتيجه وشوفي الجمال وما تعبتيش في حاجه خالص. طيب عندك كبه زياده، عندك خلاط زياده، مفيش مشكله خالص، استخدمي واحده منهم للصابون بس، تكون خاصه بالصابون. شايفه الجمال ده؟
شكل لون ابيض جدا يا جماعه، جميل قوي بجد الصابون بتاع النهارده. شايفين القوام تحفه ازاي؟ انا عايزه القوام ده، ليه نعومه الصابونه ظاهره فيه؟ شايفه؟ بوريكي تاني المنظر بجد جميل قوي. هبتدي بقى اكون محضره القوالب. الصابون اصلا اتصبن يا جماعه، مش هيضر ابدا الخلاط. محضره القوالب، حطي لي اللايك وما تنسينيش يا حبيبتي في اللايك، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي الفيديو يوصل للناس وكلنا نستفيد ان شاء الله بالتوفير وبالوصفه الحلوه دي. هبتدي اوزع الصابون في القوالب بالشكل ده واسويه بقى براحتك كده. عملت 5 صابونات من كوبايه زيت يا جماعه كانت هتترمي، والملح والسكر والكربونات وكل حاجه دي عندك في البيت، انت ما اتكلفتيش مليم الا تمن الصودا الكاويه اللي هي البطاس، ودي هتجيبي ربع كيلو هتعملي منه كام مره كام كوبايه زيت. وهنوزع بقيه الكميه دي كده. الصابونه الخمسه هاخد بقى اللي في الكبه وفي الحاجات اهو. بصوا زاد ازاي، ما سبتش ولا فتفوتة صابون ارميها ابدا. كنز يا جماعه في البيت والله. الالمونيا قشطه والستانلس قشطه. عايزه تغسلي شفاط، عايزه رخامتك، الحوض، كل حاجه. شايفين احلى 5 صابونات استخدميها لكل حاجه في البيت. اصبري عليها يعني 10 ايام واستخدمي الصابون دوت، مش هيكون لان احنا حاطين تكسابون وده بيهدي البي اتش جدا وبيخليه هادي ومش هياخد وقت معانا في التصبغ. كمان حاطين شامبو عشان ازاله رائحه الزيت من الصابون، مش هيكون في ريحه زيت معاكي خالص. والله هو ريحته بيبقى جميله برده. يعني تقدري تستخدمي الصابون القمر ده بعد اسبوع 10 ايام بالكتير قوي، لان انت حاطه فيه تكسابون وحاطه فيه كل حاجه اللي بتهدي البي اتش، وكمان دخله كربونات وبيلمع وبيخلي الدنيا قشطه، بيخلي الالمونيا بتبرق والدنيا كلها نظيفه. وبصراحه بستخدمه في كل حاجه في البيت. تعالي نشوف الرغوه القمر بتاعتنا، لازم نجرب الرغوه ونضافه الصابون. يا جماله والله العظيم جميل بجد الصابون النهارده يا جماعه، ما ينفعش ما تجربيهوش. شايفه الرغوه عامله ازاي؟ ما ينفعش ما تجربيش كوبايه زيت يا جماعه، انت هترميها. قومي دلوقتي حالا اعملي الصابون وحطي لايك ومتابعه واشتراك على اليوتيوب لعالم اماني. ان شاء الله الصابون هيعجبك، وعايزه رايكم في التعليق. شايفين الجمال ده؟ عايزه رايكم يا حبايبي في التعليقات. طبقوا واعملوا الصابون، وعايزه صور لكل